راديو الأهرام يقدم استوديو التعليم صوت كل بيت. كل بيت مع نيفين شحاتة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم استوديو التعليم صوت كل بيت. فاكرين أغاني زمان؟ فاكرين السمسمية والضحرك وجري يا رمان وصلي صلي على النبي صلي وآه يا واد يا ولعة، أغاني من تراثنا الشعبي الأصيل. طيب هو لسه في حد بيغني الأغاني دي لحد دلوقتي؟ وأصلا لسه حد حافظها؟ دي كانت الفكرة الأساسية لمشروع طالبة بالجامعة الأمريكية، عبارة عن أبليكيشن للحفاظ على تراثنا من الأغاني الشعبية لمحافظات مدن القناة والوجه البحري. الطالبة بتقول إنها بصعوبة لما لقت الناس اللي لسه حافظين الأغاني دي لحد دلوقتي، وعملت كمان دليل لحفظ الأغاني معاه بعض الحروف لتفسير الكلمات بالعربية والإنجليزية عشان العرب والأجانب يفهموا مضمون ومعاني أغاني تراثنا الشعبي الأصيل. ما تيجوا نسمع الحكاية من الطالبة. والأغاني اللي اتجمعت مثلا في الشرقية الحاجات دي مش متسجلة، فخليت مسجلها. بس الفكرة كلها ان انا بدأت ان انا اشوف ازاي هعمل الاركايف ده، فكرت ان هو يبقى انتراكتف يعني تفاعل. فبدأت ان انا كل اغنية ابدأ ان انا افيجوالايز وترجمها، يعني ازاي احلل العناصر بتاعتها كده بصرية بس مبنية على البيئة. يعني مثلا الحاجات في الشرقية كلها حاجات زراعية، فتلاقي اغلبهم حاجات زراعية، اغاني في بورسعيد فيها ساحلية فهتلاقي بحر، او عندهم اغاني صوفية فهتلاقي الديزاين انسبايرد من الفكرة الكورد. وحطيتي سماعة زينة تقدري تسمعي الديزاين. انت ترجمتي الاغاني دي؟ يعني مش ترجمتها، انا خدت الاغاني وبدات اكتبها بطريقه زي اغنيه ايه مثلا؟ اديني مثال. زي اغاني مثلا اغنيه كانت بتتكلم عن البحر، بدات اخد الحروف بتاعتها واكتبها تاني بطريقه تديني احساس الموج بتاع البحر. استوديو التعليم صوت كل بيت. كل بيت مع نيفين شحاته.